السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. إخلاء سبيل زوج دنيا باطمة ووصال بكفالة مالية، فهذا الشيء اللي ما عجبش الفنانة المغربية دنيا باطمة وبقى فيها الحال، ونزلت ستوريات على حساب الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فخليكم معايا خوتي باش تسمعوا شنو قالت. فآخر المستجدات في قضية الفنانة المغربية دنيا باطمة والزوج ديالها المنتج البحريني محمد ترك المتعلقة بالخيانة الزوجية، أنه تم متابعة كل من محمد ترك والفتاة التي تدعى وصال في حالة صراح مؤقت، فيما قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيلهما مقابل كفالة قدرها 10,000 درهم بالنسبة للترك و 5,000 درهم بالنسبة لوصال. فالفنانة دنيا باطمة نزلت ستوريات بكل حرقة على الحساب ديالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي كتقول فيهم هاشتاغ في بلادي ضلموني، ونزلت ستوري آخر اللي كتقول فيه واحد مع وحدة في الدار صوت وصورة وفي الأخير كفالة متابعة في حالة صراح وخرجوهم خيانة زوجية. تخيلوا معايا لو كانت القصة معكوسة، تخيلوا فقط لو امرأة مزوجة في مكان عام ماشي في الدار والشراب والدخاخن، شنو كان غيوقع في نظاركم؟ بلغ السيل الزبا وشكرا. فكيف ما سمعتوا اخوتي، فالفنانة دنيا باطمة ما عجباش الحال نهائيا انهم يخرجوا بكفالة، وخصوصا قالت باللي عندها الدليل صوت وصورة باللي كيخونها مع ديك السيدة، وقالت ماذا لو كانت معكوسة وكانت المرأة هي اللي خانت الراجل وعندها الدليل بالصوت بالصورة وفي الشارع العام ماشي حتى في الدار. فالله يدير لها تاويل ديال الخير والله يكون معاها. فكنتظر اخوتي تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع. شكرا على حسن المتابعة، الى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.